أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله أعمالكم بأحسن القبول. في الجلسة السابقة تحدثت عن القادة الثلاث، وقلت بأن هناك أيضاً خلاف حول تراتبية دور هؤلاء القادة. عينهم النبي صلى الله عليه وآله، ولكن بين أيدينا رأيان. الرأي الأول يقول زيد فجعفر فعبد الله، الرأي الثاني يقول جعفر فزيد فعبد الله. في هذا اليوم نحب أن نبحث هذا الموضوع ونشوف الأدلة تدل على أي من الرأيين. وطبعاً ذكرت أنا في المرة الماضية بأن هذا الخلاف حتى أخذ صبغة مذهبية باعتبار أنه قال الشيعة وقال السنة، ونحن بعيداً عن هذا الجو نريد أن نبحث الموضوع كبحث تاريخي علمي، ما نبي نحوله إلى قضية خلاف مذهبي. ابن أبي الحديد المعتزلي في شرح نهج البلاغة يشير إلى هذا الخلاف المذهبي في هذه القضية، يقول اتفق المحدثون على أن زيد بن حارثة كان هو الأمير الأول. هذا كلامه طبعا إلى الآن، نشوف هل اتفقوا ما اتفقوا يبين مع البحث. يقول أنهم اتفقوا أن زيد هو الأول، وأنكرت الشيعة ذلك. واضح الآن القضية صار الانقسام مذهب، وقالوا كان جعفر بن أبي طالب هو الأمير الأول، فإن قتل فزيد بن حارثة، فإن قتل فعبد الله بن رواحة، ورووا في ذلك روايات. لكن ابن أبي الحديد ما ياب لنا نموذج من روايات الشيعة بهذا الخصوص، ثم إنه كما قال اتفقوا، إنه بعد ذلك عندما سرد أحداث الغزوة أيضا سار وفق الروال المعروف المشهور زيد فجعفر فعبد الله بن رواح. لكن راح يذكر أبيات من قصيدتين، القصيدة الأولى الحسان والقصيدة الثانية لمالك الأنصاري. وفي هالقصيدتين في هالأبيات نشوف بأن التراتبية جعفر زيد ثم عبد الله بن رواحة، وراح نتحدث عن هذه الأبيات لاحقا. اليعقوبي طبعا أقدم عهده، يمكن تقريبا 400 سنة قبل ابن أبي الحديد، في كتابه اللي هو المعروف بتاريخ اليعقوبي يتحدث عن هذا الخلاف الموجود. فإذا هو ليس خلاف متأخر، هو خلاف متقدم. نعم، ما صنف الناس إلى شيعة وسنة، وإنما تحدث بأن أكو رأيين. قال ووجه جعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة، يعني النبي وجههم في جيش إلى الشام لقتال الروم سنة 8. وروى بعضهم أنه قال أمير الجيش زيد بن حارثة، فإن قتل زيد بن حارثة فجعفر بن أبي طالب، فإن قتل جعفر بن أبي طالب فعبد الله بن رواحة، فإن قتل عبد الله بن رواحة فليرتضي المسلمون من أحبوا. وقيل بل كان جعفر هو المقدم ثم زيد بن حارثة ثم عبد الله بن رواحة، وصار إلى موضع يقال له مؤتة من الشام من البلقاء من أرض دمشق، فأخذ زيد الراية فقاتل حتى قتل ثم أخذها جعفر. إذن اليعقوبي أولاً يا بالراي المشهور، ثم قال قيل إن جعفر الأول، وبعدين لما انسرد الأحداث التزم بالراي المشهور زيد جعفر عبد الله، مما يبين بأنه هو يعتمد الراي المشهور. الشيخ الطوسي شيخ الطائفة
أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي من طوسي من أعلام القرن الخامس الهجري، عنده مجموعة كتب وموسوعات من بينها كتاب خاص بعلم الكلام يعني في العقائد اسمه تلخيص الشافي. في هذا الكتاب يتحدث عن مسألة تقديم المفضول على الفاضل. بعض أهل السنة في ضمن نقاشاتهم مع الشيعة بخصوص الخلافة من بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، شي يقولون بعضهم شي يقول؟ يقول نعم نقر أن عليا أفضل من أبي بكر مقاما شأنا، ولكن مع هذا يمكن أن يقدم أبو بكر في الخلافة على الإمام علي عليه السلام. واضح شلون؟ يقولون هذا مفضول وهذا فاضل، علي عليه السلام أعلى مرتبة، ولكن ما في مانع أن يؤخر في شأن الخلافة لأن هذه قضية الخلافة مسألة لها بعد سياسي إدارة، يحتاج شخص كبير نراعي وضع الناس إلى آخره. فالشيخ يتحدث الشيخ الطوسي عن هذا الموضوع، وأنهم استدلوا بماذا؟ استدلوا قالوا انظروا إلى زيد وجعفر. زيد وجعفر، جعفر أفضل من زيد، مع هذا النبي قدم من حسب كلامهم؟ قدم زيد في إمارة الجيش مع أن جعفر أفضل منه. فإذن يجوز تقديم المفضول على الفاضل. شنو جاوب الشيخ الطوسي؟ قال لا يجوز أن يقدم المفضول على الفاضل فيما هو أفضل فيه، في المجال اللي هو أفضل فيه ما يجوز أن تقدم اللي هو أدنى مرتبة، تقدم الأعلى مرتبة ما دام هو أفضل فإذن المفروض تقدمه. وليس يمتنع أن يكون المقدم أفضل فيما تقدم فيه، يعني ممكن واحد في شيء يمتاز والثاني يمتاز بالشيء الثاني، وبالتالي ماكو أفضلية تامة. فهني أنت تراعي هذه القضية أن موضوعك الآن يرتبط بأي عنوان، من الأفضل في هذا العنوان قدم هذا، يمكن الثاني يكون شنو أفضل من الأول في قضايا ثانية. ثم يتكلم ويقول وكذلك الجواب عن تقديم زيد على جعفر بن أبي طالب. يعني شي يقول الشيخ الطوسي؟ يقول بأن إيه نعم، يعني بالبداية يقول إيه نعم زيد كان هو الأول في الجيش، هو القائد الأول ثم جعفر، مع أن جعفر أفضل من من؟ من زيد، لكن أفضليته مو عسكرية، مو بقيادة الجيش، من الأفضل في قيادة الجيش؟ زيد، ولذا قدمه النبي، ويبقى جعفر أفضل بالشأن بالقيمة عند الله مثلا. على أنه بعد ذلك يقول ولكن أيضا إحنا نقول ترى أكو رأي ثاني بأن جعفر كان، وبالتالي مدام الرواية الثانية موجودة إذن الاستدلال الأول أيضا ممكن شنو يرد عليه بأن أصلا الشاهد التاريخي اللي التزمتوا فيه هذا الشاهد مو ثابت، في رأي ثاني يقول جعفر كان الأول، إذن هم هو أفضل وهم عمليا هو صار القائد الأول. على أنه قد اختلفت الرواية في تقديم زيد على جعفر، فروي أن جعفرا كان أميرا أولا، وأنشدوا في ذلك أبياتا لحسان بن ثابت، نفس الأبيات اللي تكلم عنها منه ابن أبي الحديد قبل شوي وقال أكو أبيات. كل ما سبق كان عبارة عن وجود روايات، يعني ابن أبي الحديد يقول أكو روايات، الشيخ الطوسي يقول أكو روايات، اليعقوبي يقول قيل، إذن أكو روايات. زي وين هذه الروايات الواردة سواء عند السنة أو الشيعة؟ نروح لكتاب الطبقات الكبرى، ذكرناه من قبل، قلنا هذا المؤلف كان في القرن الثالث الهجري لابن سعد، عنده روايتين. الرواية الأولى وفق المشهور زيد جعفر عبد الله. الرواية الثانية في كتابه شي يقول؟ فأخذ اللواء جعفر بن أبي طالب ولبس السلاح، وقال غيره أخذ اللواء زيد بن حارثة وكان رأس القوم. إذن أول شيء يذكر منه
جعفر وزيد. بعدين يقول: ثم حمل جعفر حتى إذا هم أن يخالط العدو رجع فوحش بالسلاح. كأنه هو يعني جعفر شاف قضية موت، يعني مو قضية حرب حقيقية، يعني 3000 قدام 10000 وذيلاك أكثر استعداداً ومنطقتهم متعبانين، جيش المسلمين جايين من طريق سفر كذا، وذيلاك روم يعني معاهم وغيره، وتدرون لبسهم الحديد وغيره يعني. فشاف جعفر أن القضية قضية شنو؟ قضية فدائية، ما هي قضية حرب حقيقية. فكأنه أراد أن يكون خفيف الحركة ويدخل دخلة موت، وبالتالي رمى بأسلحته هكذا حتى يكون خفيف الحركة، واكتفى بسلاح واحد. ثم حمل على العدو فطاعنه حتى قتل، ثم أخذ اللواء زيد بن حارثة. إذن ابن سعد في هذه الرواية الثانية يذكر، هذه الرواية يذكر بأن جعفر كان رقم واحد. في كتاب شرح الأخبار في فضائل الأئمة الأطهار للقاضي النعمان، هذا كان من قضاة الدولة الفاطمية وهو إسماعيلي، عند هذا الكتاب مشهور معروف، عن أنس بن مالك قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن إحنا مو في مؤتة الآن، إحنا وين؟ في المدينة، لكن الخبر وصل للنبي. شلون وصل الخبر للنبي صلى الله عليه وآله؟ راح نتكلم عن هذا الموضوع بالتفصيل. أكو شيء يقول منه بطريقة غيبية، أكو شيء منه يقول بطريقة طبيعية. إذا بطريقة طبيعية يعني أخذ وقت زمني على ما يجون المسافرين وينقلون الخبر للرسول قبل رجوع الجيش، وإذا طريقة غيبية تقول الرواية لا، بنفس الحدث بنفس اليوم بنفس الوقت. راح نشوف هذا الموضوع. يقول: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وعيناه تذرفان، يبكي، فقال: أخذ الراية جعفر فقتل، ثم أخذها زيد بن حارثة فقتل، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فقتل، ثم أخذها خالد بن الوليد، إلى أن يقول: ثم إنه عليه السلام، يعني النبي صلى الله عليه وآله، التفت إلى مؤتة وقال لهم: بايعهم إن أصيب جعفر فأميركم زيد بن حارثة. يعني جعفر قال لهم: تلتزمون إن من بعدي منه زيد. فإذن هذا النص واضح، وهو نص من عند الإسماعيليين لكن نسبته إلى أنس بن مالك سند. في كتاب سليم بن قيس أن عبد الله بن جعفر في كلام له لمعاوية، إذن ابن جعفر الشهيد يتكلم الحين في هذا الكتاب، كتاب سليم بن قيس، الرواية هكذا، أن عبد الله يقول لمعاوية: يا معاوية، أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله حيث بعث إلى مؤتة أمر عليهم جعفر بن أبي طالب ثم قال: إن هلك فزيد بن حارثة؟ ما تدري بهالموضوع إلى آخر القصة. فإذن جعفر كان رقم واحد. في كتاب الاحتجاج للطبرسي، وهو من كتبنا أيضا، أن الإمام الحسن عليه السلام قال لمعاوية: وقد بعث رسول الله صلى الله عليه وآله جيشا يوم مؤتة فقال: عليكم بجعفر فإن هلك فزيد. إذن هذه الرواية تبينها الترتيب. ابن أبي الحديد بعد ما ذكر في النص اللي تكلمنا عنه بالبداية، بعد ما ذكر أن الشيعة يقولون بأن كذا وكذا، يأتي ويقول: وقد وجدت في الأشعار التي ذكرها محمد بن إسحاق في كتاب المغازي، هو يعتبر هذا طبعا من أول، أو إن لم يكن هو أول من جمع السيرة النبوية، محمد بن إسحاق، وهذه السيرة اللي موجودة في الطبري، اللي موجودة في كتاب السيرة النبوية لابن هشام، السيرة النبوية لابن كثير، والسيرة الحلبية وغيرها، معتمدهم الرئيس على كتاب محمد بن إسحاق. نعم كتابه مفقود، الكتاب الأصلي مفقود، لكن مضمونه وين موجود؟ بالكتب اللي يتبعده،
يقولون عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن إسحاق، يعني ماخذين من كتابه. ما يشهد، يقول ابن أبي الحديد، لقيت في هذا الكتاب ما يشهد لقولهم، يعني قول الشيعة، فمن ذلك ما رواه عن حسان بن ثابت، ويجيب الأبيات، ولكن وجدت أن اللي في ديوان حسان بن ثابت في بعض الاختلافات بعض الكلمات، واللي في الديوان مشكل بالتشكيل، فاخترت اللي في الديوان وما يأثر كثير. يعني شي يقول هذا حسان بن ثابت؟ للعلم حسان بن ثابت كان قبل عهد النبي، قبل يعني بعثة النبي صلى الله عليه وآله، كان يتردد على الشام ويذهب إلى الغساسنة ويمدحهم، يمدح الملوك كذا ويأخذ فلوس كان بذاك الوقت، وعنده علاقة معاهم هناك. يقول رأيت خيار المؤمنين تواردوا شعوبا وخلفا بعدهم يتأخروا، كأن أقسام، فلا يبعدن الله قتلى تتابعوا بمؤتة منهم ذو الجناحين جعفر وزيد وعبد الله حين تتابعوا. شنو التتابع هني؟ الترتيب جعفر زيد عبد الله. حين تتابعوا جميعا وأسباب المنية تخطر، غداة مضوا بالمؤمنين يقودهم إلى الموت، من يقودهم؟ ميمون النقيبة أزهر. من هذا ميمون النقيبة؟ صاحب الصفات العالية المزهر. أغر كضوء البدر من آل هاشم، أبي إذا سيم الظلامة مجسر، فطاعنا حتى مال غير موسد لمعترك فيه قنا متكسر. فإذا جعفر هو اللي من بيت الهاشمي من بين الثلاثة، واضح. فهذا هو دخل بهذه الصورة، أخذ القنا الرمح ودخل يطاعن حتى مال، فصار مع المستشهدين ثوابه جنان وملتف الحدائق أخضر، هذا ثوابه. وكنا نرى في جعفر من محمد صلى الله عليه وآله. شنو نلقى منه؟ وفاء وأمرا حازما حين يأمر، لمن يأمر النبي صلى الله عليه وآله. فما زال في الإسلام من آل هاشم دعائم عز لا يزلن ومفخر. مو بس هو جعفر، فيهم غيره، هذيل بهالطريقه صايرين دعائم وكذا. هم جبل الاسلام والناس حولهم رضام الى طود يروق ويقهر. هذيلك وين؟ هم مثل الجبال صايرين. بهاليل، بهاليل جمع بهلول، بهلول منو هو؟ الوضيء الوجه مع طول. طبعا هني الطول يصير على قضيه شنو؟ يعني نوع من، مو قضيه طول مادي كثر ما هو هني بيقصد الفخامه. بهاليل منهم جعفر وابن امه علي ومنهم احمد المتخير. وحمزه والعباس منهم، ومنهم عقيل وماء العود من حيث يعصر، بهم تفرج اللأواء في كل مأزق عماس. هذه صفة لمأزق. شنو يعني عماس؟ يقول عماس يعني المظلم، كل مأزق مظلم. إذا ما ضاق بالناس مصدر، هم أولياء الله أنزل حكمه عليهم وفيهم ذا الكتاب المطهر. فإذا أبيات جدا رائعة لحسان بن ثابت. وكذلك كعب بن مالك الأنصاري عند قصيدة أيضا يتكلم بالترتيب جعفر زيد ثم عبد الله، والقصيدة والأبيات طويلة، أنا اخترت منها هذه فقط، أيضا يثني على بني هاشم وكذا. يقول صبروا بمؤتة للإله نفوسهم، حذرا حذر الردى، يعني الموت، حذر الردى ومخافة أن ينكلوا. النكال يعني شنو؟ يعني الرجوع، هائبين للعدو. فإذا هم ما يبون يرجعون بهالطريقة، يبون يهجمون بقوة وشجاعة.
فمضوا أمام المسلمين كأنهم فنق. هذيل المجموعة الأولى تقدمت كأنهم فنق، الفنيق من الجمال الفحل المكرم. لو عندك مجموعة جمال واحد منهم شي يكون؟ يكون بارز، هذا فحل، فهذا يقولون فنيق. فالرجل الفحل القوي الشجاع البطل المميز، كأنهم فنق عليهن الحديد المرفل، إذ يهتدون بجعفر ولوائه قدام أولهم فنعم الأول. من هذا الأول اللي هو النعم اللي هو نعم الأول؟ من هذا المقدم اللي يهتدون فيه؟ جعفر. فإذا هذه الأبيات أيضا تدل على المطلب. في كتاب النص والاجتهاد من كتب السيد المرحوم عبد الحسين شرف الدين يقول: ولعل الصواب ما يقوله أصحابنا الإمامية أن الأول من هؤلاء الأمراء إنما هو جعفر، والثاني إنما هو زيد، وثالثهم عبد الله بن رواحة، وأخبارنا في هذا متضافرة من طريق العترة الطاهرة. المشكلة للأسف أن سيد شرف الدين ما ياب ولا رواية في كتابه هذا ليستدل بهذه الروايات على ما ذكر. هو قال روايات عن أهل البيت، ليه الحين اللي مر علينا أكو كتاب من الحسن عليه السلام لمن؟ لمعاوية، ما مر علينا حديث آخر عن أهل البيت في المجال. هذا واحد، فللأسف ما ذكر هذه الروايات. ثانيا يقول هي متضافرة، يعني يجب أن تكون كثيرة، خلينا نقول 7، 8، 10، 11، 12. الآن في نفس الكتاب ننزل تحت شخطة هامش، في هامش الكتاب شي يقول؟ يقول ارجع إلى كتاب بحار الأنوار للمجلسي تلقى الروايات هناك اللي عن منه متضافرة عن أهل البيت عليهم السلام. فهل هناك روايات عن أهل البيت غير رواية إمام الحسن؟ هل هي فعلا متضافرة؟ خلني نشوف. نرجع للبحار، باب غزوة مؤتة، القسم المخصص لغزوة مؤتة. الرواية الأولى عن الشيخ المفيد في كتاب أمالي الشيخ الطوسي، ويذكر فيها زيد فجعفر فعبد الله بن رواحة، أول زيد. الرواية الثانية والثالثة عن قطب الدين الراوندي في الخرائج والجرائح من الكتب المعروفة، ويذكر في هذين هاتين الروايتين ترتيب زيد جعفر عبد الله. إذن للحين ما لقينا مبتغانا. الرواية الرابعة عن الشيخ الطبرسي في كتاب إعلام الوراء بأعلام الهدى، ويذكر أولا زيد جعفر عبد الله بن رواحة، ثم يقول: وفي رواية أبان بن عثمان عن الصادق عليه السلام أنه استعمل عليهم جعفرا فإن قتل فزيد. إذن حصلنا حديث الثاني غير حديث الإمام، رسالة الإمام الحسن عليه السلام. الرواية الخامسة مصدر سني عن ابن الأثير في كتابه جامع الأصول في أحاديث الرسول، وهذه الرواية الخامسة في البحار زيد فجعفر فعبد الله بن رواحة. الرواية السادسة عن ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة، ورواية ابن أبي الحديد زيد فجعفر فعبد الله بن رواحة. وفي طبعا أن الشيعة خالفوهم وكذا، لكن وين الروايات؟ للأسف ما لقيناها في البحار. هل موجودة مبثوثة داخل البحار؟ هذا طبعا يحتاج إلى بحث، يعني إن ما يكون في غزوة مؤتة، لكن المفروض أن الشيخ المجلسي إذا بيذكرها يذكرها هني يعني بالأساس. إلى الآن مذكورها الصوب مثل كتاب الإمام الحسن عليه السلام، الله أعلم. فإذا لم نجد في باب غزوة مؤتة في بحار الأنوار روايات متضافرة عن أهل البيت، ما وجدنا إلى رواية الصادق عليه السلام، وفي مكان آخر كتاب الإمام الحسن. وطبعا إذا بنضيف عليهم عبد الله بن جعفر على أنه من أهل البيت يصيرون عندنا شنو؟ للحين ثلاثة. وبالتالي ما ندري السيد عبد الحسين شرف الدين على ماذا استند
في قوله بتضافر الروايات عن أئمة أهل البيت بأن النبي صلى الله عليه وآله عين جعفراً كقائد أول ومن بعده زيد بن حارثة. هل أخطأ سيد شرف الدين في هذا المقطع؟ هل عنده مصادر غير اللي في البحار؟ وعادة البحار هو الموسوعة اللي تجمع كل شيء، بالتالي هو شايف في أماكن أخرى مو موجودة في البحار وفيها هناك روايات، أم هو اعتمد، هو مو شايف الروايات لكن هو اعتمد على كلام منه؟ ابن أبي الحديد، إن عند الشيعة روايات. وش روايات الشيعة عن منه؟ روايات الشيعة عادة عن منه؟ عن أهل البيت عليهم السلام. فهو اعتمد على مقولة ابن أبي الحديد وبالتالي أطلق هكذا، أم أنه قصد تضافر روايات عموماً ليس عن أئمة أهل البيت؟ يعني شعر حسان أخر برواية، وشعر أيضاً مالك الأنصاري، ومثلاً رواية أنس بن مالك اللي في القاضي عند القاضي النعمان الإسماعيلي وباقي الروايات أيضاً. هذه لو جمعناها علمياً ما نقدر نسميها متضافرة، هي روايات في مقابل روايات، وبالتالي يعني يصعب حسم الأمر ونقول إن 100% القضية كانت هكذا. نعم قد شخص يميل إلى إن والله مدام أكو رواية عن الإمام الصادق والإمام الحسن، بعد إحنا هذا كله نضرب به شنو عرض الحائط، ما لنا شغل فيه. وواحد قد يقول لا، أنا هني أشوف مثلا أحقق في الروايات هالصوب وهالصوب، يمكن رواية عن الإمام الصادق ضعيفة عن الإمام حسن ضعيفة وبالتالي مو ثابتة عندهم. على كل حال يصعب حسم الأمر علميا بهذا الشكل دون، لكن إحنا طبعا سواء ثبت عندنا أن جعفر هو الأول أو الثاني، مقام جعفر لا شك ومعروف ومتفق تقريبا عليه أنه مقدم على زيد بن حارثة، حتى أن بعضهم مثل ما رأينا استدل على أن يجوز تقديم المفضول على الفاضل حيث قدم زيد على جعفر في هذه الغزوة، فإذا يصرحون بهذا الشيء. وإذا صححنا إن زيد أولاً كان، فلماذا فعل النبي ذلك؟ أولاً إذا بنصحح هذا الأمر، أولاً جعفر كان في المهجر، ما دخل في أي غزوة حربية، وتو واصل، تو جاي من المهجر، فمو معقول النبي صلى الله عليه وآله إنه من أول شيء بدون ما يكون عنده ممارسة عسكرية خبرة عسكرية، الآن شجاع بطل كذا، لكن إنما غزا ولا غزوة وبعدين يخليه قائد لغزوة وخطيرة مثل هذه، هذا يمكن خلى النبي صلى الله عليه وآله يقدم زيد، خاصة إن زيد بالعكس مشارك بغزوات مع الرسول وقاد سرايا ما كان فيها رسول الله صلى الله عليه وآله، فإذا جاهزيته القيادية والعسكرية الميدانية أكثر. هذا واحد. ثانيا يمكن نقول إن عموما مع أفضلية جعفر إيمانا تقوى كرما شأنا نسبا كذا، يمكن زيد أفضل من جعفر في الحرب، في الحرب يعني أفضلية شخص مو شرط يكون في كل المجالات، قد يكون في مجال أكو واحد ثاني منه أفضل منه لكن شأنه يكون أقل، وبالتالي إحنا نقول ما في تنقيص من مقام جعفر لو قال أحد بأن جعفر كان في المرتبة الثانية. ونحن نجد أن رسول الله صلى الله عليه وآله عمليا أوكل قيادة بعض السرايا إلى خالد بن الوليد. خالد بن الوليد متى دخل في الإسلام؟ متى أعلن الشهادتين؟ يعني أعلن متأخرا في العهد المدني، بعد غزوة بدر، بعد غزوة أحد، بعد غزوة الأحزاب، بعد كل هالغزوات يلا دخل في الإسلام. مع هذا نشوف أن النبي يدز سرايا غزوات صغيرة، منو رئيسها؟ خالد بن الوليد. منو تحت قيادته؟ خالد اللي توه مسلم، منو تحت قيادته؟ فلان وفلان وفلان، وهذيلا من أكابر الصحابة ومن قدماء الصحابة من المهاجرين من كذا، شلون يأمر عليهم؟ وهذا لا خلاف عليه، شلون أمر عليهم؟ لأن خالد كان رجل عسكري بامتياز،
خالد بن الوليد كان رجل عسكري بامتياز، ما حد يشك في هذا، وكان هو دوره واضح في غزوة أحد، وحصل الالتفاف على جيش المسلمين من قبله، وكان عنده ملاحظات وكذا. فإذا النبي صلى الله عليه وآله بكل وضوح يقدمه، لأنه هو أفضل في هذا الموقع من يؤدي هذه المسؤولية العسكرية، وينظر إلى هذا الأمر بعين بأسلوب عمل. قال العسقلاني في فتح الباري شرح صحيح البخاري، وروى أحمد والنسائي وصححه ابن حبان من حديث أبي قتادة قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله جيش الأمراء، يعني غزوة مؤتة، وقال: عليكم زيد بن حارثة، فإن أصيب زيد فجعفر، إلى آخر الحديث. فذكر الحديث، وفيه يعني النبي فيه لما تكلم هالكلام شنو صار بعدين؟ فوثب جعفر فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما كنت أرهب أن تستعمل علي زيدا. ما عندي أي مشكلة. هذا إن صح الحديث، يعني أن النبي عين زيد وجعفر بعدين عبد الله. هني جعفر شنو قال؟ قال: أنا تحت أمرك يا رسول الله، ما عندي في نفسي شنو أي حزازة أن تستعمل علي زيدا. قال: امضي، يعني النبي قال امضي، فإنك لا تدري أي ذلك خير. فبالتالي هذا الخبر إن صح فيدل على أن جعفر سلم أمره طواعية لرسول الله صلى الله عليه وآله، وإن كان أعلى شأنا من زيد، ثم زيد مهما كان يعتبر أصله عبد، وجعفر يعتبر أصله شنو؟ من بني هاشم. شفتوا شعر حسان؟ شفتوا شعر مالك بن مالك الأنصاري؟ وبالتالي كان متوقع حسب الرؤية الأولى أن جعفر يكون هو القائد، ولكنه عندما سمع بهذا الأمر سلم أمره لرسول الله صلى الله عليه وآله. وهذا يضيف إلى جعفر، إن صحت الرواية والتزمنا بها، يضيف إلى جعفر قيمة فوق القيم التي كان يتمتع بها، والحمد لله. اللهم صل على محمد وآل محمد.